رسامنا ضرغام. طبعا ضرغام راح تحدثنا عن رسمه في هذا اليوم، تفضل. طبعا اليوم صاحب وعد مهم نستضيفه، الاستاذ حسام الالوسي، مؤسس الفلسفه العراقيه وواضع اهم اركان. طبعا حسام الالوسي هو من مدينه تكريت، ولد عام 1937. حسام الالوسي درس المدارس الابتدائيه في مدينه تكريت، ثم انتقل الى جامعه بغداد لدراسه الفلسفه في كليه الاداب، وانتقل منها الى بريطانيا في جامعه واحدة من أهم الجامعات البريطانية في دراسة الفلسفة، وقام في التدريس بعد هذه الرحلة الطويلة في حقل الفلسفة. مقدمة أقول أنه سامويل هانتنغتون قدم عدة مقالات، ومن ثم قدم أطروحة مهمة، قال أنه أكو فشي اسمه صراع الحضارات. صراع الحضارات يقول أنه يسمي الأنا، يسميها الحضارة الغربية مقابل الحضارات الشرقية اللي هي الصينية وحضارتنا. طبعا يقول هذه الحضارات هي في صراع دائم، ولا بد ما لحظة تنطفئ الحضارة الغربية وتصعد مقابلها واحدة من الحضارات الشرقية. طبعا الحضارة الصينية واحدة من الحضارات المهمة اللي يعتبرها منافسة أو حضارة البديل بالنسبة لهم، والحضارة الأخرى الحضارة الشرقية اللي احنا ننتمي لها. حسام الالوسي لما درس الفلسفة وبحث في مضامينها، قال الفلسفة العربية والفلسفة الشرقية هي واحدة من أهم مدارس الفلسفة بين معقوفتين الفلسفة الإسلامية. طبعا الفلسفة الإسلامية وجذورها لما ارتكزت على الفلسفة العقلية والفلسفة المثالية اللي هم روادها سقراط وأرسطو وأفلاطون. سقراط برحلته العظيمة مع المشائين، المشائين كانوا ينقلون الفلسفة في الشوارع، سموا بالمشائين لأنهم كانوا يمشون بالشوارع ينقلون الفلسفة من خلال حوارية الجدل. الجدل المؤدي، يعني الغاية من هذا الجدل هو الجدل فقط، الجدل اللي ينمي المعرفة وتبادل المعلومات. في هذه الفلسفة نقدهم وعارضهم سقراط، ومن ثم تلميذه أفلاطون اللي وضع الفلسفة المثالية ووضع أهم مثلها وسمى مدينته مدينة الفاضلة أفلاطون. من بعد إجا أرسطو، ومن بعد أرسطو أرسطوطاليس. أرسطوطاليس لما الإسكندرية دخلوا لها الغربيين واحتلوها سميت بالإسكندرية، درس الفلسفة هناك، ومن ثم انتقلت الفلسفة إلى الحقبة الإسلامية. الحقبة الإسلامية في تلك المرحلة كانت في أوج عطائها. الفلسفة الإسلامية وضعت قواعد مهمة، ابتدأت بالشيخ الرئيس ولم تنتهي إلى يومنا هذا. الشيخ الرئيس لما وضع مفاهيم الفلسفة وانتقد عليها وعارضه الكثير، وقام ابن رشد بالإضافة إليه، وعارضه الإمام الغزالي ببحث مهم جدا سماه، وقع فيه الإمام الغزالي وقع في فخ الفلسفة مجددا لما عارض الفلاسفة بكتابه المهم والمؤثر تهافت الفلاسفة. طبعا الفلسفة حقل كلش كبير وكلش مؤثر، كل الأمم تبني فكرها ومجتمعاتها بالفلسفة، والاقتصاد وكل الميادين الأخرى هي متأثرة بالفلسفة. طبعا من أنا من ابن سينا وابن رشد والإمام الغزالي صارت قواعد مهمة جدا للفلسفة الإسلامية والعربية. الأستاذ حسام الآلوسي في بحثه الكبير والمهم يقول أن الفلسفة هي خط، يعني خط مكمل، كل أمة تقدم لما تصعد تقدم فلسفتها وطروحتها الفلسفية، تجي الأمة الأخرى تكمل عليها، وهكذا يتم المعرفة إلى أن نوصل إلى الغاية وإلى الذروة. نعم عزيزي، كذلك هو عرف مو فقط بكتابة الفلسفة الإسلامية، كذلك عرف بكتابة الشعر، وكان كاتب للشعر، وخصوصا أنه شعره كان إله، لأنه عنده قصيدة اسمها رؤياك، هذه هي القصيدة يعني من ضمن من أهم القصائد اللي موجودة. بلي طبعا هو يعني بالطروحة الشعرية اللي قدمها، هو مبدئيا هو فيلسوف ومفكر. نعم. عراقي كان كمعروف بالضبط. كفيلسوف، كمفكر وفيلسوف معروف تاريخيا، بس أنه كمفكر وكشعر يعني أجادة، يعني حتى أنه في وقتها يعني رئيس الأدباء وكرمه على قصيدته هي رؤياك اللي كانت، طبعا كانت من أجمل القصائد، يعني خصوصا أنه أنا محافظ من عندها، لقيت بعض الأبيات منها. بالتأكيد بالتأكيد. طبعا هو أكو ملاحظة كلش مهمة، كثير من الفلاسفة قدموا أطروحتهم الفلسفية من خلال قصائد، منهم سارتر قدمها عن طريق مكتوبات يعني. صحيح. طبعا هو كفيلسوف رائد ومربي لكل الفلاسفة العراقيين، ومؤثر في الفلسفة العربية عامة، كل جمعيات الفلسفة في العالم العربي وفي العراق والأردن ومصر هو كان من أهم زعمائها وأهم منظريها. الفلسفة الإسلامية اعتمدت على مبدأ مهم جدا، صح هي أخذت من الفلسفة الأوروبية، ولكن ما توقفت، طورتها وأقامت إلى أن وصلت الفلسفة العربية والإسلامية مجددا للأوروبيين. ديكارت لما بنى فلسفته بناها على مبادئ ومفاهيم
الفلسفة الإسلامية. طبعا الإمام الغزالي رحمه الله لما قدم معارضته الشديدة إلى الفلاسفة وبكتابة تهافت الفلاسفة ورد عليه ابن رشد بتهافت التهافت، كانت هذه المحاورة هي من أهم الأطروحات الفلسفية، إذ قدم الإمام الغزالي النقد اللاذع للفلسفة، وهذا النقد اللاذع ولد منظومة جديدة فلسفية ارتقت بالفلسفة إلى مراحل أعلى. ديكارت لما بنى على منظومة الإمام الغزالي وابن رشد والشيخ الرئيس وانتقلت مجددا إلى رموز الفلسفة العالمية، أهم رموز الفلسفة العالمية طبعا أخذوا من الفلسفة الإسلامية. نعم. نعم، احنا اذا نتحدث عن حسام الالوسي طبعا هو مفكر وفيلسوف وجمع بين الماضي والحاضر، يعني خصوصا انه بمؤلفاته وبكتاباته، هالكتابات اللي جميله، خصوصا انه حاول انه استخدام هاي اللغه اللي تكون اللغه البسيطه مو اللغه اللي تكون قويه. طبعا شكرا جزيلا ضرام. اهم خلاصه، عفوا نقاطعك، اهم خلاصه لبحث الالوسي هو اعاد المنزله الحقيقيه للفلسفه الشرقيه الى موقعها الطبيعي بين فلسفات العالم. نعم، شكرا جزيلا ضرغام. طبعا انت يوميه دا تعطينا معلومات مهمه ورسمات مهمه، طبعا انا انتظر يوم غد رسمه جديده وضيف اخر، واحنا يوميا نناقش موضوع معين، خصوصا انه انا احب المعلومات التاريخيه والمعلومات الفيلسوفيه. شكرا جزيلا ضرغام، وشكرا على كل رسمه ترسمنا اياها.